طبعا السيد الرئيس تكلم على الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة بنبني أول شيء نقضي على الأساليب وعلى المظاهر السلبية السابقة القديمة البالية اللي أثرت نوعا ما في العلاقة بين المسؤولين وبين المواطنين، اللي مبنية على أساس أحيانا على البيروقراطية، على المحبات، على الرشوة، على المعرفة إلى غير ذلك. على هذا الأساس ضرورة بناء جزائر جديدة مبنية على الصدق، مبنية على الشفافية، مبنية على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، إعطاء الفرص للجميع. وهذا هو أهم شيء لاسترجاع ثقة على المواطن. مش نتكلم اليوم على التنمية وثقة على المواطن أحيانا منعدمة في بعض الأماكن اللي فيها بعض المسؤولين في بعض المواطنين، ولا بكل صراحة ما لعبوش الدور تاعهم اللي خلى اليوم المواطن يلجأ للطرق الغير مقبولة. على هذا الأساس التوديات تاع السيد الرئيس كانت تصب كلها في هذا الإطار، في المعاناة تاع بعض القرى كما شفنا في الروبورتاجات اللي هي غير مقبولة، سواء بالنسبة لقطاع التربية، سواء بالنسبة للطرقات، سواء بالنسبة للتهيئة، سواء بالنسبة للسكن إلى غير ذلك. الشيء المبني الجزائر اللي تبنى على الشفافية أهم شيء. المواطن اليوم لما يشوف الصدق ويشوف أمور تمشي بعدل وبشفافية أكيد راح ترجع ثقته في المسؤولين المحليين، سواء المنتخبين أو إداريين أو مسؤولين في جميع المستويات. الرئيس أعطى تعليمات بكل واحد يتم مسؤولية تاعه، مش ممكن نستمر بهذا الجانب. هذا مش قضية إمكانيات فقط، إمكانيات الدولة ودارت عليها، ولكن خلل أحيانا لأن مورد كوميونيكاسيون كان الاتصال ناقص بين المسؤولين وبين المواطنين. ثاني حاجة هو الاعتماد على النفس، ما نبقاش نتكل فقط على المال العام، لأن اليوم نعرف كل ولاية خصوصيتها وظروفها. كاين بعض الولايات فيها إمكانيات هائلة في الجانب الاقتصادي وتعاني بالبطالة وهذا غير مقبول. نعطيك ولاية مثلا ولاية سوكراس، يعني الولاية اللي فيها كل ثروات عطاها ربي من جانب الطبيعة، من جانب الفلاحة، من جانب السياحة، رغم هذا فيها بطالة وفيها نقص كما نقول كبير حاد في هذا الجانب. وحتى من الجانب الاقتصادي يتعدوا على الأصابع، لأن نقول بكل صراحة ما كان شفافية في السابق، مع الأسف الظاهرة موجودة. أخذنا عدة إجراءات منها استرجاع يعني كل القطع الأرضية الممنوحة بطرق ملتوية، حوالي 80 هكتار استرجعت، حوالي 57 قطعة أيضا استرجعت لإعادة منحة لمستثمرين حقيقيين في شفافية تامة، لأن المستثمر الحقيقي مرحبا به، ولكن المستثمرين الوهميين تاع الطرق الملتوية وأصحاب المعرفة وأصحاب الرشوة قال انتهى.